نرى ويرى في الطرقات من الكتب التي تحتوي على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وعلى أسماء الله عز وجل، نراها مرمية في الطرقات وفي القمامات وفي الزبالات، وهذا ليس من تعظيم كتاب الله عز وجل، وليس من تعظيم أسماء الله عز وجل، ولا من تعظيم حرمات الله وشعائر الله. وهنا يجب على أولياء أمور الطلاب أن ينبهوا أبناءهم إلى خطورة هذا الأمر. إما أن تجمع هذه الكتب وتسلم للمدرسة حتى يستفاد منها إن يستفيد منها في السنوات القادمة، وإما أن توضع في الصناديق المعدة، يعني لا يخلو، أتوقع لا يخلو أي جامع إلا وأمامه صندوق لوضع الأوراق التي فيها اسم الله عز وجل فيؤتى بها، لأن هذا من باب تعظيم شعائر الله وحرمات الله عز وجل. أما أن ترى هذه الكتب مرمية في النفايات، هذا ينبئ عن نذير خطأ.